بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام عليكم أيها السادة المشاهدين في كل مكان، في داخل العراق وفي خارج العراق، ومعكم من جديد هذا اليوم برنامجكم وحلقة جديدة من برنامج ميكروفون العراق، ومعكم أخوكم الحاج أبو رائد الخفاجي وأخي وعزيزي وزميلي الحاج أبو رضا الساعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت حجينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المتواصل على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، إلهي آمين. بدأ حلقتنا لهذا اليوم نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء الذين سقطوا في التفجير الغاشم اللي على الأبرياء حقيقة، وهذا طبعا احنا نوجه العتب واللوم على هذه الحكومة وعلى هاي الساسة اللي بصراحة عندما يتنافرون أو يتخاصمون يقع بها الشعب العراقي، وكما شاهدتوا اللي انجرح أو اللي استشهد في هذه التفجير الأخير هم من الطبقة البسيطة والناس الكسبة، ولا شفنا يعني ابن مسؤول انجرح فد يوم في تفجير، هاي من السقوط لليوم ولا شفنا مسؤول اصلا هو هم تعرض، ولا قرايبه ولا هذه. فاحنا بصراحه نوجه عتبنا الى المرجعيه الرشيده انه حقيقه يجب ان تقف هذه الدماء، كفانا دماء، كفانا دماء بارواح العراقيين، وارواح العراقيين ليس رخيصه كما تعلمون، انه حقيقة يعز علينا أن كل واحد لو ينجرح بموس مال الحلاقة يعز علينا، لأنه الشعب العراقي ما يستحق اللي يصير به. حجينا يعني احنا صحيح حلقتنا على التجاوزات والحقيقة العشوائيات، ولكن بصراحة شوية احنا يجب أن نعزي عوائل الشهداء، فما أدري أترك لك المايك. الله يسلمك ويرعاك حقيقة حجينا أبو رضا الساعدي، الرجل الرافض الأصيل الحاج أبو رضا اللي ما ينسى أهله وناسه في العراق، وما ينسى الرافضة في كل مكان بالعالم حقيقة، ويا وهو من يوم اللي يصير الحادث ويصير التعدي الإرهابي على أهلنا في العراق وفي كل مكان بصراحة يتألم كما نتألم كلنا. أجدد التعازي وحقيقة أجدد الاستنكار والشجب لهذه الأعمال الإرهابية في حق هؤلاء الحقيقة المظلومين، البسطاء الفقراء من الشعب العراقي الأصيل الرافضي حقيقة، واللي مظلوم دوما من الساسة المتعاقبين. إذا ما نريد نروح بعيد بصراحة نروح إلى حقبة زمنية بسيطة وقريبة جدا من أيام النظام البائد واللي قبله واللي إجوا بعده، ولحد هذا اليوم هذا الشعب مظلوم، وكل أعمال القمع والإرهاب تجري عليه. وبصراحة نعم نعم هو يدفع ثمن واحد فقط، وهذه الدماء اللي تدفع هي ثمن، والثمن للسبب واحد، ثمن لشيء واحد، هو ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نعم 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 هذا الدفع للدماء والأرواح حقيقة هذا ثمن للولاية، للولاية، واللي حقيقة جناحها الثاني هو البراءة.
نعم الإرهابيين طبعا الشعارات التي تكتب في الطرقات وفي اللافت وعلى اللافتات وفي بعض المناهج الإرهاب لا دين له. نعم نحن نقول الإرهاب له دين، ودينه دين السقيفة، ودينه دين البكرية، ودينه دين العمرية، ودينه دين عائشة. نعم هم من أسسوا الإرهاب، هم من قتلوا، هم من اغتصبوا، هم. وهذه الذكرى في هذه الأيام الذكرى الثانية حقيقة، عندنا ثلاث روايات لشهادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الرواية الأولى قد انتهت، وهذه الأيام نعم تصادفنا حقيقة الرواية الثانية، والشهر القادم ستكون الرواية الثالثة. ثلاث روايات لعنة الله على أبي بكر وعمر القاتلي الزهراء. نعم في هذا الثمن قلنا بصراحة تزهق الأرواح وتراق الدماء، ثمنها هو الثمن كما قلنا وأسلفنا ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام ومبايعة الزهراء سلام الله عليها والبراءة من أعدائهم. ولكن هنا أنا بصراحة نكرر مرة أخرى، نشجب ونستنكر ونعزي عوائل الشهداء وندعو لجرحانا بالشفاء والعافية وعودتهم إن شاء الله إلى أهاليهم سالمين، ونسأل الله تعالى أن يمن على أهلينا في العراق وعلى وطننا الغالي بالأمن والسلام. ومثل ما ذكرنا وما نريد نطيل، ولكن نريد دائما نذكر حتى تستوعب الناس، حتى إن شاء الله نعمل سوية للقضاء على الإرهاب من جذوره. فإن داعش قد انتهى، انتهى آنيا، انتهى وقتيا، انتهى زمانيا، حقيقة زمانيا ومكانيا. ولكن إذا نهيناه من جذوره لا يعود. إذا نهينا وسقطنا أبو بكر وعمر وعائشة، نعم، وأضرابهم، إذا سقطناهم وقتلناهم وقتلنا أفكارهم فقضينا وقتلنا الإرهاب. إذا تتذكر أنه سماحة الشيخ الحبيب سلام قال يجب أن نلاحقهم حتى في خارج العراق. أحسنت. نعم، ولهذا السبب كانت المناشدة من سماحة الشيخ الحبيب أنهم يدخلوا حتى نقضي عليهم حتى لو نوصل لأفغانستان. ولهذا أنه قاعد نلاحظ بين فترة وأخرى هذه الخلايا النائمة تفجر وترهب الناس، وكما تعلمون. وحقيقة أنا ما أريد أطيل عليكم ولا الحجي، إن شاء الله إحنا اليوم برنامجنا مايكروفون العراق كما تعلمون هو منكم وإليكم، وإن شاء الله راح نكون على مدى ساعتين وياكم، راح نشوف المعاناة عندنا ببعض الفيديوهات. وإن شاء الله اللي يحبهم يريد يعزي أو عنده كلمة للساسة إن شاء الله راح نفتح اتصالات، وهذا المنبر منبركم هو ومايكروفون العراق منكم وإليكم. فإن شاء الله أخي المخرج إذا عندك الفيديو جاهز خلينا نشوف معاناة الشعب العراقي، مو بس على البناء وعلى المساكين، حتى على أبسط الحقوق الإنسانية ماكو موجودة. موجودة أخي المخرج، يلا عرض لنا. جزاك الله خير. السلام عليكم حجاج، خدام صوت العترة، خدام المهدي، هذا الفيديو خاص ميكروفون العراق. هاي المدرسة وهذا التجاوز عليها، هذا مخلي سكراب وثلاجات، وهاي المدرسة. هاي المدرسة هاي سياق المدرسة، وهاي متجاوزين عليها على المدرسة. هاي المدرسة
تجاوز على المدرسة. هاي مدرسة حكومية متوسطة وابتدائية ومتجاوزين عليها. هذا السكران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا إلى أخونا من البصرة من الزبير، جزاه الله خير الجزاء. وكما شاهدتم بالتقرير أنه مدرسة حكومية، وهذه المدرسة المفروض أن تكون لتعليم الطلبة، فأصبحت حقيقة بناء للعشوائيات. وهذا السبب يعني مو بالناس اللي بنت، السبب في حكومتنا اللي ما وفرت لا أمان ولا مكان ولا أبسط حقوق الإنسان المعيشية. فاحنا اخينا المخرج لو تكررت علينا عندنا فيديو ثاني خلينا نشوفه حتى الفيديو اللي جهزنا يا ابو علي الدر جهز يعني هو راح يخلي نعم ان شاء الله. خلينا يا اخينا المخرج جزاك الله خير. الله يخليكم. يعني هنا انا اسال سؤال، هاي اختي الاطفال جاي يلعبون بهاي النار وشنو المحاويات ما حاطين لكم؟ لا يا اخي لا حاويات ولا شايفين امانه ولا شايفين اي مساعده من الدوله او من محافظه كربلاء بالذات. تيول كهرباء اشعلت الكهرباء، تيول كهرباء اصلا ما عندنا. نعم طالبنا وجو كشف وطلعنا كشف على اساس جاي يسوونها وكذا، كشف على اساس جاي يسوونها وكذا، كشف على اساس جاي يسوونها وكذا. هذا المنظر شرفك لقبلها المسلم، مسلم ما عوقل من اي شيء. نعم واحضع المايات مالتنا والهاي. نعم وشنو هاي بخصوص الكهرباء؟ كمل بخصوص الكهرباء. على اساس امر قالوا لنا سووا كتاب. نعم سوينا كتاب للجنة وما اجوا ولا وصلوا اجوا كشفوا وما اجوا. اي ما اجوا ما حضروا لنا عمده، ما حضروا ولا حد يهتم لنا. يعني احنا هذا الفقير غير هم يساعدوه، وميزانيات عندنا. نعم ميزانيات عندنا وماكو تيول كهرباء. اللي يضعون علينا كمواطنين واخوانهم بالاسلام وبالدين وبالمبادئ الانسانيه. ضحينا احنا من انا واحد الناس اللي بالحشيد واخويا همين الصواب وعجيب نقطة الشيء. نحن جند الله لهم ان يضعون على حالنا كمواطنين واخوانهم احنا ان يطوفون هاي المنطقه الناس الفقراء فيها. نعم جزاهم الله الف خير ان شاء الله. حقيقة مثل ما شاهدتوا هذا الفيديو جزاه الله خير أخونا الحاج الشيخ أبو علي الدر من محافظة كربلاء المقدسة، هو يتعب خطية ويصور لنا هذه الحالات. طبعا هذه الحالة اللي شفتوها أنه الأطفال شلون تلعب، هذا عارفون بعد كل أمراض وشون هاي القعدة مال العشوائيات البانينها. رغم هذا الحكومة لا ترضى تخلي لهم أعمدة مال كهرباء، فضالين على المولدات خطية، لو تجي الكهرباء لو ما تجي، فما يعني مأساة هذا الشعب. وعندنا بعد فيديو هم نفس المنطقة أخ هم يتكلم به. أخي المخرج جاهز؟ إذا أمكن حجينا ويا عرض الفيديو إذا يعرض أرقام حتى عرض لنا أخي المخرج عرض لنا المشاهدين يخاطبون. نعم. كثيرين بدون يتصلون. أي عرض لنا التليفونات إذا عندك الفيديو جاهز. دز لك يا مرة ثانية تريد. إذا عندك اتصال ناخذ منه. عندنا أبو علي من واسط. أهلا بأبو علي ما شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله حجاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أخو
اخوي السني واخوي الشيعي قالوا لي خفف من شاب ابو بكر وعمر، قالوا لي خفف من شاب ابو بكر وعمر. هاي افعال ابو بكر وعمر بغداد، هاي التمثيلات. اي والله لن لعنت الله على ابو بكر وعمر. شنو الخلف وهذا الارهاب؟ هذا الارهاب يقتل المسلمين، لن لعنت الله عليهم. واما بالنسبه هاي التجاوزات وهاي الاحزاب، هاي وعيت للدنيا البيت، البيت بين الحوزه العلميه والحزب الشيوعي. هاي الحزب الشيوعي يقول هاي طبيعه. شكرا جزيلا حجينا ابو علي من واسط، جزاك الله خير الجزاء. انت حقيقه صوتك يوصل ان شاء الله والكل تسمعه، وانت من اصدقاء البرنامج الدائمين، جزاك الله خير الجزاء. اذا عندنا الفيديو جاهز اخي المخرج يا ريت تعرض لنا اياه، حتى اللي يحب اللي تعليق يعلق على هذا الفيديو. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعدوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي العزيز. الله وبركاته. اخي العزيز شرحنا عن معاناتكم انتم بهاي المنطقه، ماذا تحتاجون محتاجات؟ معاناتنا احنا خدمات صفر، ووقت الانتخابات الجماعه هاي معروفه، احنا ما شاء الله بالعراق الكل اللي يجيك انا راح اسوي لك كهرباء ماي صعد بعد ما نشوفه. نعم يعني قبل الانتخابات يجوكم؟ بل يجون اكثر من مره، حتى طارق الخلقاني لما صار وزيرا بعد ما شفناه اجانا راح اجري لكم ماي كهرباء. ماكو وعودات وهميه؟ ماكو. نعم. ثاني بعد اكو شغله، يعني احنا ندري يعني العتبه تدعم الفقير، ساند اللي ما عنده اللي محتاج. نعم. هسه شو صار العكس، يعني اكو مكانات تاخذها العتبه اجوا شيلوا بصفهم كرفون العالم يشيلوها. لا حول ولا قوه. هاي مو يعني سبيل المثال، يعني اكو مثلا هوايه هوايه صارت. ابسط شيء عندك هاي المخازن هسه هاي اللي هنا الشارع العام. الشارع العام. نعم. كانت ناس ساكنتها تعبانه ما عندها. نعم. اجوا شيء الشارع العام، خليني اوضح للاخوه اللي هو على الطريق الطويريج، باب الطويريج. باب الطويريج هذا هو هذا. نعم. شيلوهم ناس بدل ما يصعد لي يعني بربع دينار ب 500 لله يشمروا بمكان زين. انتم عندكم سيارات وتريلات وخير من الله. نعم. توصل اخذوا مكانات صحراء مفتوحه شيلون العالم. ليش؟ ايش معنى هاي على المواطن تستخسروها؟ نعم. ومخازن تذبون بها هذا السكراب والمدري شنو، يعني هذا يبدا من الناس الفقره المحتاجه. وما عوضوهم لهذول المساكين؟ والله يعني اكذب عليك ما اعرف. لا صادق. حتى لو عوضوهم بس ما ذاك التعويض، ايش تعوض يعني شيء يشيل له فد مليونين ثلاثه هذا شمره، ايش يسوى لي يا ابن عمي بهالوقت هذا؟ ما ادري. غرفه ماسه. واحنا لاحظ احنا هسه. نعم. هاي داخل كربلاء هاي يجون. نعم. زوار. هاي نعم. كل سنه ايرانيين. بارك الله بكم. لما يقول يطب يقول هذه كربلاء قريبه الولايه، هذا المفروض بلهجتهم يقول خلاص صور منها. نعم تفضل. يقول المفروض هذه الداعيه رخام. الله اكبر. هاي ارض الحسين. نعم. ارض كربلاء يعني شوف احنا هاي باع بس. صحيح باع. صحيح. لا مجاري بالمطر بالضيم. ربك هاي السنه العالم تدعي المطر خير، احنا ندعي ما ردها تمطر. لا حول ولا قوه. هنا انا اقول لك حتى جهاننا تشزمات لحد هنا يا مساكين. هذا ولا الاطفال. والله احنا نحكي بس انا اقول لك لا حيالي من تنادي مع احترامي لسي. لا بارك الله بك. وصل صوتك. أيوة. وصل صوتك. دافع طبعا، احنا لازم ندافع. ليش نخلي ثاني بعد اكو شغلات. تفضل. يجيك واحد اللي هذا ياخذ له مليارات ويطفر وزير كهرباء وغيره وكذا وكذا، هذا ما يحاسب. يجيونك على شغلات بسيطه اللي اكو، هي صحيح الغلط لازم يتحاسب. نعم. شغلات بسيطه هذا تقدرون علي الفقير تلزموه تخنقوه. لا عيني هو هذا هذا لكم الحق. انتم عراقيين. انا قبل قليل خبرت احد الاخوه قلت له انتم عراقيين من واجب الحكومه ان تملككم الاراضي، يعني تطوركم هاي القاع يعني والخدمات توفر لكم اياها. حاسبه موجوده هسه اللي عنده ملك هو اللي عنده ملك يا ابن عمي يقعد هاي القعده. لا صحيح. واحنا ايش قد صار لنا يعني انا اقول لك انا واحد من الناس صار لي تقريبا هنا 26 سنه هذا مكاننا. نعم. هي ارضها زراعيه هاي قسم هاي الصفحه منها الناس متجاوزه ما عاد هنا. لا والله هو مو تجاوز، هم اطلقوا عليكم هاي الكلمه حتى تصيروا منبوذين. لا حشاكم انتم لا هي مو كلمه، هم المتجاوزين عليكم. صدام حسين نعت الله عليه بن صفه. الله عليه. ايوه. اللي يقولون ذاك دكتاتور، اذا تعرف انت ابن كربلاء هذا حي بعد كان يسموه حي التنك. نعم. ناس تجاوزت عليه ومره اثنين طوبهم. حسدتم اللي جيتونا، انتم اخير من صدام وبسم الدين غير نترجى من عندكم الخير، يعني تساعدون الفقير توقفون ويا المحتاج، نريدكم احسن غير هذا اللي نريده. صحيح. صحيح. نعم. لا صحيح اكيد. الله كريم بلكت.
الله واهل البيت اللي موجودين اذاك خيري اوقف وياي الفقره ان شاء الله يوصل صوتك ان شاء الله واكل الحمد لله والشكر اكل لحد الان ناس ما شاء الله طيبه خليت قلبت ان شاء الله الله يحفظكم تحياتي واشواقي مع السلامه رحم الله عليكم اغاتك الحسين في امان المشاهدين هذا حال المواطن البسيط اللي شاهدته انه يتكلم حقيقه من حرقه قلبه يقول لا حياه لمن تنادي حجينا خذ الاخ احمد من النجف الاشرف سلام السلام عليكم اخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ابو شاب الحقيقه عندي كلام بس اقوله تفضل أقول بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كلامي الحقيقة شيعتنا في العراق خاصة أقول ارجعوا إلى الله حتى ينظر الله إليكم انصروا وارجعوا إلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة حتى ينصركم انصروا الزهراء وتبرعوا من أعدائها انصروا أمير المؤمنين وتبرعوا من أعدائه حتى يجعل الله لكم العراق جنة الله على أرضه ولعنة الله على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأمه وإلى من لف لفهم وشكرا لكم ورحمة الله وبركاته على هذا البرنامج وموفقين إن شاء الله شكرا لك على اتصالك ومشاركتك وانت صديق دائم لنا بالبرنامج هذا برنامجكم برنامج ميكروفون العراق اللي بصراحة يعتني بكل شاردة وواردة وبكل صغيرة وكبيرة تخص العراق والعراقيين وإن شاء الله احنا وياكم احنا أهلكم وأنتوا أهلنا إن شاء الله وياكم وهاي القناتين فدك وصوت العترة قناتيكم لإيصال الحقيقة الحقيقة الخالصة المخلصة بدون المجاملة المزيفة ولا التقية المغلوطة جزاك الله ألف خير شكرا لك أخ أحمد عندنا اتصال شكرا جزيلا أخ أحمد حقيقة يعني أنت عبرت ما في داخلك طبعا احنا فاتحين هذا البرنامج هو احنا برنامجنا يدوم باتصالاتكم ومشاركاتكم احنا بس نريد من المواطن انه اذا عنده اي شيء يحس به مظلوم انه لا يسكت خليه يوصل صوته لانه احنا نعتبر هذه القناة قناة المظلومين وكما تعلمون اعزائنا المشاهدين انه نحن لا نجامل على الحق ولا نداهن ولا نعترف بأي جهة حزبية في العراق حتى يكون المواطن على اطلاع دائم دائما نحن نقول هذا الشيء وبالحقيقة إنه إنما نتكلم مثل ما قال أخ أحمد ومثل ما يقول دائما سماحة الشيخ الحبيب القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وفيما أعلنوا فما نداهن نحن اليوم نريد حلا إلى أهلنا في العراق وماذا لو جاءوا وهذا القوات إلى هذه الدور وأخرجوهم من دورهم كما شاهدتم بالفيديوهات وعندنا فيديوهات إن شاء الله نعرضهن أخي المخرج إذا عندك فيديو تقدر تعرض لنا إياه من أعتقد ما يفلشون بيت أحد المواطنين حجينا بس قبل العفو إذا تسمح لنا والمشاهد الكريم حتى يكون عنده اطلاع وبينه قبل لا نعرض فيلم الفيديو يا ريت اذا عندنا تقرير معد فنحب ان نقراه على مسامع المشاهد نعم الكريم نعم اجلنا الفيديو بين ما الحج عنده تقرير مو نعم نعم, نعم عند الحج تقرير ان شاء الله حتى المواطن يتسلى المواطن بلي ويعرف الحقيقه حقيقه هذه العشوائيات والتجاوزات احسن جزاك الله خير وتعدادها في كل المناطق طيب عدة اتصال ناخذ اتصال ناخذ الاتصال نعم هو برنامج الاخوه المشاهدين ابو حسين من بابل ما شاء الله السلام عليكم ابو حسين سلام عليكم ابو حسين اللهم صل على محمد وال محمد وعدل فرجهم ولعن اعدائهم ولا سيما ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه
وهم نعم. الحكم وسائر أعداء أهل البيت أجمعين. إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حياكم الله. بالنسبة لبرنامجكم المحترم ولكم أنتم المحترمين أخواننا الأعزاء. الله يخليك. زين هم من يوصفون هاي الناس بالمتجاوزين. زين هم مو المتجاوزين اللي يجوا على الدبابات الأمريكية، مو اللي دزتهم إيران وهاي الدول العميلة، مو ذول هم المرتزقة اللي فلشوا العصر من 2003 لحد الآن. نعم أحسنت صحيح صحيح. هم اللي جاوزوا الأحرى بهم أن يخرجوا من هذه الدور اللي كانت تسمى قصور صدام وقصور الوزراء. خلي يطلعون أول مرة هم متجاوزين على المنطقة الخضراء وعلى الكرادة. عمار الحكيم مستلمها من الجنوب للشمال وما حد يطب للكرادة إلا يكون معرف حقيقة. نعم نعم كمل أكمل أكمل أكمل. مو بس عمار، كل الأحزاب الإسلامية التي تدعي الإسلام متشيع وبريء منهم والإسلام متشيع أخي العزيز. نعم صحيح. زين هاي الناس بصفاء الفقرة وين تروح؟ لا عندها مسكن لا عندها مسكن، إذا مو قاعدين بالإيجارات وين تروح؟ صحيح. هو لو عنده ليش بيجي ياخذ قطعه من المتجاوز وبعدين بيها الناس بينزل بيها تنزل، بس هي حكومه ما تستحي. شعب ساكت نايم صحيح. نعم احسنت. احنا نضم احسنت ابو حسين، احنا نضم صوتنا لصوتك ونقول حقيقه هذه التسميه على الشعب الفقير على امثالنا وامثالك. نعم هذه التسميه صعبه علي ان تكون هذه التسميه. نعم التجاوز هم المتجاوزين، ولكن شعبنا اللي مجبور ومضطر اللي اجوا بنا بهذه الصورة هو غير متجاوز بصراحة. وإذا أكو تسمية أخرى يعني العشوائيات لأنه ما منضبطة، كل واحد يجي يبني بمكان، هذا بصراحة صار تجاوز وعشوائيات. وإحنا الأسبوع الماضي انطينا الحل، قلنا على الحكومة ونقولها بالعامية العراقية لا خلفة الله عليهم، على الحكومة أن تهيئ سكن كريم لكل مواطن عراقي لأن هذا حقه من الوطن. وفي ذلك الوقت إذا تجاوز بشبر واحد نقول له أنت متجاوز، هو مغدور حقه في الوطن، فمن حقه أن يأخذ حقوقه ويشوفها من بعد بصراحة. وإذا تجاوز من بعد ما ننطي حقوقه بذاك الوقت نسوي له حساب وعقاب. تفضل مولانا. شكرا جزيلا حجينا ابو حسين من بابل. ويانا الاخ ابو عباس من الناصريه. سلام عليكم ابو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي بس انا لقطع الشك، هناك دعايه عليكم انكم مدعومين من دوله الكويت. نعم حلو. فاذا انتم هسه حتى تكتبون للجميع انكم ليس عملاء للكويت تكتبون الصباح حتى الجمهور يصدق. نعلة الله على آل صباح بعد شدري. لا أقف ما سمع. لا أقف. أنا أبو رائد أبو عباس. أبو رائد أبو رائد وعبد الله البدري. ما يخالف أبو عباس. خلي هسه تسمعني. هسه يجوز أني عميل للكويتيين والآل الصباح وهم عندي إجازة من. هذا عبد الله البديون. هسه اسمعني. شلون عرفت عميل؟ دقيقة. أبو عباس. بس أريد أسألك سؤال أبو عباس الله يرضى عليك. أنت شلون حكمت عليه عميل؟ خل أقول له أبو. أنتم ليش ما تخلون الواحد يحكي؟ تفضل. بعد شنو عندك؟ تفضل. ليش ما تخلون الواحد يحكي؟ تفضل. بس نص التلفزيون واسمعنا من التليفون. يلا. يا أخي اسمع. أول شيء أنا قلت أكو دعاية قوية إنكم مدعوم. انكم مدعومين من الصباح. انتم مدعومين من حكومة الصباح تدعمكم، وهناك ناس عندكم اولهم واحد اسمه عبد الله، هذا عبد الله البدري، هذا يسوي نفسه كويتي. هذا نعم. اكبر تربوت معروف. هسه انت ليش اول شيء اقطع الاتصال ما دام غلط؟ شوف لا تتجاوز. خلي اقطع الاتصال. ابو عباس اذا تريد من عندنا محاوره وتريد من عندنا كلام اخذ ورد وعطى
بدون تجاوز. يعني انت هسه حقيقة اثبتت انه مو مال حوار. حجينا بس من رخصتك انا لعنه الله على ال الصباح من كبيرهم الى صغيرهم. لا من رخصتك حج هذا حتى يرتاح حتى يرتاح واذا عنده تدخل ثاني وعنده مكالمه ثانيه مو مشكله خليه يتصل بس يكون مؤدب. حجينا بس من رخصتك هذا امثال هذا ما يجي يستفزنا احنا نلعن بس خل خدمك نلعن ال الصباح او غيرهم. احنا كل باطل نتبرى منه ونعينه ونشخصه ونذكره بالاسم والبطلان ماله أيضا نذكره ولا نخاف إلا من الذي خلقنا سبحانه وتعالى. هاي وحدة. اثنين أنا دا أقول له وبأسلوب حقيقة ساخر أرد أقول له أني مثلا أنت دا تتهمنا إحنا مدعومين وتابعين لآل صباح وتدعمنا الكويت. أنا الآن متفق ويا المخابرات الكويتية مثلا مثل ما أنت تفضل الجنابك وأنه حتى أتجاوز عليهم وأسبهم ولعنهم حتى أغطي عملي حتى يدعموني زين لأن أنا رجل مخابراتي وتابع المخابرات فلازم أشتغل شغل. يا أخي حط برأسك عقل يا أخي شوي صير كبير بعدين أنت من دا تناقش الشخصيات ليش تتناولها. الأخ عبد الله الخلاف رجل علم موجود في قناتي فدك وصوت العترة من تأسيسها واحد من المؤسسين هو وما شاء الله العالم بصراحة تعرفه وإلى مكانته الرجل ما ثبت لا بصراحة لا هو يقول عم ما ثبت لا لا حجينا حجينا أنت لما تريد تناقش الرجل هذا يظهر ببرنامج روح تناول ويا موضوعك ببرنامجه ليش انت احنا بموجودنا تتناوله وبسلبية وبسب ولعن وشتم. شوف احنا شقد مؤدبين ما نقول لك انت مثل الكلمات اللي لقيتها علينا وعلى عبد الله من جاوبك بيها مصطفى. فعلى كل حال نسأل الله لك الهداية مصطفى من بابل. سلام عليكم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخواني شلون صحتكم؟ الله يعزك الله يحفظك. اهلا وسهلا اهلا بك. اخ مصطفى اخواني بس بلا زحمة ارجو ان توصلون صوتي الى الحكومة العراقية الى المسؤولين. نعم ان شاء الله يوصل صوتك تكلم. احنا اصحاب بسطيات. نعم الله يساعدكم. والنوبانية ملتفتين علينا الحكومة يوم يجايين علينا تخطيطات يوم يجايين علينا كذا مسؤول تعالوا شيلوا مننا لأن احنا كل احنا بينا بالألفين بسطية شون بينا ذا شلنا مين نجيب او ان مين نوكلها. استغفر الله. الله يساعد مصطفى. انتم متجاوزين يعني على السوق لو انتم شنو يعني نظاميين قاعدين بسطيات نعم بسطيات. أعرف بسطيات يعني أنتم قاطعين الطريق عن المارة لو يعني بسطيات نظامية مرتبة. لا 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 هم منظمين هم منظمين على تنظيم. لا شوف اسمحني مصطفى أنا بس أرد أسألك سؤال إن نحن رايحين وشايفين المحافظات تقريبا أغلبيتها حتى ذا سوق بنا ومنا محلات هم تصير البسطيات بالنص بحيث أنه حتى المارة الناس صعب عليها تمر. انتو مضايقين الشارع؟ لا لا احنا اذا 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 فايت من سوق الحلة وفايت من ساحة الصدر فهذه منظمة هم منظميها الحكومة يعني ما يخلون واحد بنص الشارع يعني المارة اللي يمرون بالشارع يمرون براحتهم. زين مصطفى انتم تدفعون ايجار للبلديه تدفعون للمحلات لمن تدفعون؟ اي للبلديه. يعني انتم رسميين؟ اي اذا رسميين ليش بعد يضايقوكم اذا تدفعون وعندكم يعني مستندات؟ ما ادري هاي يوميا طالعين تخطيط يوميا طالعين بفلان قضية تعالوا شيلوا. لا هو على الفقير بس على الفقير. هو طبعا مناشدتك انه يوصل صوتك للحكومة. الحكومة اكثرهم يتابعون واذا ما يتابع اللي ما يتابع راح يوصل للي دي يتابع قناة فدك وصوت العترة سمعوا صوتك واحنا نضيف الى صوتك ونقف معك نقول بصراحة التجاوز والعشوائيات لا
تشمل فقط دور السكن ولكن أيضا محلات العمل مثل ما تفضلت باب رزقهم حجي. نعم مثل ما تفضلت جنابك البسطيات واللي تسمى في بغداد بعض المحافظات الشنابر. نعم هذا الرجل البسيط الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يطلع يكد على عياله. أنت تجي تحاربه قبل لا تحاربه وحقيقة تدعوه إلى النظام، فأنت وفر له معيشته وعائلته ومعيشتهم ثم تعال امنعه من هذا الشيء. يعني بصراحة أنت مقصر وأنت متجاوز. وأخاطب منه، أخاطب المتصدي المترأس المسؤول في الحكومة، أنت متجاوز، أنت مقصر، أنت سارق، أنت فاسد، تجي تحاسب هؤلاء الفقراء اللي يكدون على عيالهم. يريد يروح كما يقول العراقي أروح أفتح هاي البسطية، أروح بعلاقة مسواق البيتي أمريتي وجهالي. وبعدين يجي عد الأخ مصطفى يمكن مناشدة ثانية. أخ مصطفى بعدك ويانا؟ نعم تفضلوا. نعم تفضل. في هذه الايام ظهرت انه هنالك تعيينات وهكذا يعني على مود لاغراض الدعايه الانتخابيه، والنوبانيه تجي نفس ذيك السنه تجيهم بعد الانتخابات يقول لك طقك حرش حرش، وين تريد وين تريد تروح روح 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 بالعلاليق روح، انا ما اقدر اعينك. نعم هو فعلا هذا اللي قاعد يصير بالعراق. احنا شفنا هاي على مدى ثلاث مراحل انتخابية، وعود كاذبة للمواطن والوجوه باقية نفس الوجوه. حقيقة ان شاء الله احنا هم نخصص حلقة واحنا نطلب من عندكم يا اخ مصطفى ومن الكل اللي يسمعنا بعد ما ينغدر المواطن العراقي ويبيع صوته. اخي بس بلا نعم نعم عندي شغلة ثالثة. نعم تفضل. تخص هذا البرنامج. نعم. أريد من قناة بديل أن تسوي برنامج تحاسب بآراء كمال الحيدري الضال اللي كسا يطلع بأشياء تافهة. هذا راح يطلع إن شاء الله. هذا داخل. راح يخلي بالميزان. رجال في الميزان. أنت بتابع القناة؟ خلي يخلص خميني ويجي وراء إن شاء الله. الله. اي ان شاء الله ان شاء الله حقك، وان شاء الله هذا البالون ان شاء الله نفجره وما يبقى بشيء، نفجره فكريا، مو الاخي المستمع ياخذها الى غير شيء، فكريا ونفنده ان شاء الله ونطلع اكاذيبه للناس ونطلع تجاوزه على الائمه واهل البيت سلام الله عليهم. بعد عندك شيء مصطفى قول. الله يوفقكم. الله يوفقك ويرعاك. الله يسلمك. شكرا جزيلا للأخ مصطفى من بابل. حقيقة يعني حجينا ثلاث مناشدات للأخ مصطفى، أنه يقول في قاعد يضايقوهم في رزقهم على البسطيات، والمناشدة الثانية يقول ناخذ أبو حيدر من بابل. سلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام أغاتي تاج راسي، الله حفظك بعد قلبي. تاج راسك الحسين إن شاء الله، حياك الله. أخويا أنا رجال متقاعد. نعم. راتبي التقاعدي يلا يكفل عيب. نعم. حطوني سلفة بالألفين وثمانية. نعم. وبدوا يستقطعون من عندي. من 2008 لحد 2011. نعم. بعدين وقفوا الاستقطاع وحدهم. نعم. صرت على غير امتاز السبة. المدينة بيها بعد انا مطلوب اطلب مالي. نعم. مال. بهذا الشهر بال 2018 وقفوا راتبي يقولوا لي انت مطلوب 750 من سلمه مال 2008. فما ادري شنو الحل، وين اروح اني وين اتجي؟ والله تعالى لا عندي 750 اعطيهم حتى اقدر استلم راتبي. يعني يردونها منك مره واحده هاي 750 ابو حيدر؟ يدونها نقد كاملة بتاعي اللي ما بيها كل مجال لا تقصد ولا أبد ولا أبد تطيبها 750
نعطيك اياها. يعني 750 ركضوا عليك وريد يقطعون راتبك وهم قاعد يبوقون المليارات. قاطعين الان انا بدون راتب عمي. الله يكون بعونك. ايش قد راتبك انت ابو حيدر؟ انا كل راتبي 800 ل 10. يعني شهر واحد ياخذوا منك 750. لا وكل شهرين جاي يقول اعتقد كل شهرين ابو ما شهرين. ما شهرين 800 ل 10. لا اله الا الله. زين اذا اعطيهم 750 شلون تعيش؟ لا اله الا الله. ما ادري طبعا هي المناشده للجهه اللي انت مقترض منها. هذا النظام معمول به عالميا في كل العالم انه المواطن لما عليه بعض الدفوعات ويشوفون يرصدون ميزانيته ايش قد مصروفه وايش قد يدخل يستقطعون شيء جزئي ويقسطوها عليه ويريحوا. يعني مثلا انت خلال 15 شهر كل شهر 50 ياخذون منك تسددهن مرتاح وهم هم ياخذون حقوقهم حقوق الدوله بيت المال. فما ما يعني بصراحه ما تتعذر هاي المساله ويضايقوك ويقطعون عيشك عيشتك وعيشه اولادك. فهذا بصراحه عدم. نعم نعم احنا ان شاء الله انت الان ابو حيدر وصلت مناشدتك ان شاء الله. وان شاء الله الاخوه المسؤولين على موضوع التقاعد في محافظه بابل يسمعون صوتك ان شاء الله ويلقوا لك حل. حتى لو يستقطعون منك خلينا نقول بالشهر 50 100 مو مشكله بس 100 هم كثيره. رجل نعم صاحب عائله نعم 50 شيء طبيعي نعم وما راح ياثر ان شاء الله. بالنتيجه نعم هو حقوق بيت المال يرجع له وما نعم ان شاء الله. انت طرقت باب قناه صوت العتره ان شاء الله. ان شاء الله يوصل صوتك. وشكرا جزيلا للاخ ابو حيدر من بابل. اخي المخرج بعد ايش قد الاذان عندنا؟ نعم لانه باقي حجينا دقيقه واحده للاذان يعني دقيقه واحده. اذا نقرا التقرير ما هو مو اكثر من دقيقه اذا نقرا نقدر دقيقه نعم ونص دقيقتين. يلا اقرا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشاهدين الكرام هذا التقرير هو معد واحنا ان شاء الله ضفنا عليه بعض الفقرات والارقام لحقيقة للمعرفة لأنه هو يصب في برنامجنا ومحور برنامجنا اللي هو التجاوز والعشوائيات. يقول التقرير بلغ عدد التجمعات السكن العشوائي في محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين 3687 تجمع عشوائي. 3687 تجمع عشوائي. وكانت العاصمة بغداد هي الأعلى في عدد العشوائيات 1000 عشوائية في بغداد. نعم وتليها البصرة 700 عشوائية. محافظتك حجينا أبو رضا 700 عشوائية. نعم فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل في عدد التجمعات العشوائية 89 تجمع عشوائي في كل منهما. قدر عدد سكان العشوائيات بموجب عدد المساكن العشوائية البالغة 522 ألف مسكن. 522 ألف مسكن عشوائي بثلاثة مليون وثلاثمائة ألف إنسان يشكلون ما نسبة 13% 13% من سكان العراق. واحتلت بغداد النسبة الأعلى في عدد ساكني العشوائيات اللي تقدر ب 22%. نعم تليها البصرة 13.5% هناك 88% من 83% من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة و 12% في أرض تعود ملكيتها للقطاع الخاص. بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني 26% وغير السكني 74%. هذا التقرير طبعا الإجمالي والسريع
يبين الأعداد والأرقام وحسب المحافظات. شكرا جزيلا على هذا التقرير. السادة المشاهدين إن شاء الله يكونون على وعي كامل على هذا التقرير. والآن ننتقل بكم إلى أذان فاصل للأذان المغرب في حسب التوقيت المحلي في مدينة لندن، فإلى هناك. يا علي، تقبل الله أعمالكم وصلاتكم أعزائنا المشاهدين في لندن، وإن شاء الله صلاتكم مقبولة، جزاكم الله خير الجزاء. وقبل الفاصل حقيقة جتنا وردت لنا اتصالات عديدة من الأخوة اللي يشكون من بعض الأمور، وإن شاء الله صوتهم يوصل من خلال هذه القناتين، قناة فدك وصوت العترة، قناة وبرنامج مايكروفون العراق. نحن في خدمتكم إن شاء الله، نوصل صوت المظلومين في كل مكان في أي وفي أي زمان. فأعزائنا المشاهدين، عندنا فيديو إذا أخ المخرج جاهز يا ريت تخلي لنا إياه، وكذلك أريد منك تعرض لنا أرقام التليفونات للمداخلات مرة ثانية مجددا، جزاك الله خير الجزاء. ورحمة الله وبركاته. هنا أنا أحد الأخوة ما يريد يطلع بالكاميرا، اشرحي معاناتكم، شنو انتم بحاجة؟ الله يحفظك. نحتاج الكهرباء ونحتاج المي. نعم. ونحتاج خدمات، يعني مثل هاي اللي الصفحة جايبة الطول، احنا ما جايبة الطول. الشوارع ماكو. يعني من هنا يبلطون، لأنه هذيك الصفحة لين اكو طابو. اكو طابو. ايه. من هنا ما يطول لأنه ماكو طابو. تجاوز. ايه. تجاوز. قلت لا إن شاء الله ماكو تجاوز، أنتم من حقكم لأن أنتم عراقيين وساكنين بهذا الأرض، من حقكم أنك تملكون أرض. زين، بعد ما مطوا بيت قلت ولا يعني لا ولا بيت، اكوش كان بيت الطاب هذا من زمان. ها نعم، طلع على صدام. والان يعني انتم مهددين معرضين للبيت من التهجيم، مو صحيح؟ هنا عشرات العوائل تسكن في هذه المنطقه، ان شاء الله يصل صوتهم الى جميع انحاء العالم عبر قناه صوت العتره من خلال برنامج ميكروفون العراق. بيوت المساكين يطلقون عليهم تجاوز، هم ليس تجاوز. أكين هاي مربينهم شوي ماعز، يستفادوا من حليب هكذا، كل يوم مهدديهم بأنه نشيلكم من هنا. يعني إذا شالوا وين يروحون؟ لا إله إلا الله. ساكين حسينين، هاي العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلها هي محاربة لشيعة أمير المؤمنين، يحاربون هؤلاء العمرية لعنة الله عليهم. أما أعزائي المشاهدين، كما شاهدتوا أنه الإنسان اللي ما عنده يريد يستر عائلته يحط له فد أي شيء يبني حتى على مود يستر عائلته وما يضل بالشارع. خلونا ناخذ أخونا أبو علي من محافظة ميسان. سلام عليكم أبو علي. سلام عليكم أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله، الله يساعدكم عيني. الله يسلمك ويرعاك. شلونكم وشلون صحتكم؟ الحمد لله، إن شاء الله أنتم بخير. بلا زحمة، أنا أريد أسأل سؤال، كم سؤال، سؤالين، وأريد جواب من عندكم. في موضوع الحلقة لو عدة غير موضوع. لا، فالسؤال هو يعني يقول مجرد أنا أريد اعرف، يعني ما عندي معلومه، بس اريد اعرف من عندكم. تفضل. بدي اغير نظرتي، او انتم تقنعوني مثلا. ان شاء الله ان شاء الله. عندي فد نظره معينه. وصلت رسالتك ان شاء الله. تفضل. اعرف سيد ياسر الحبيب الله يخليه يقلد منو؟ نعم. اي والله هذا سؤال، هذا اول سؤال. نعم. ثاني. السؤال الثاني، ليش ما تفتحون قناتكم هنا بالعراق، تجون بين اخوانكم واهلكم احسن ما قاعدين هناك بلندن. نعم. بعد اكو ثالث؟ ها؟ بعد سؤال ثالث اكو؟ هو السؤال الثالث، السؤال الثالث هو اذا الحبيب الشيخ الحبيب مقلد مرجع يقلد المرجع، بالنسبه من يحكي على علماء او يحكي على شيخ منبر او على واحد، نوبات عيانه تقولون هذا زنديق وهذا ما ادري شنو، يعني هل هو مخول من قبل مرجع او هو مرجع انت تاخذون من عنده الاوامر؟
نعم. هذا رجلي اعرفها بس اعرف هذه نعم ان شاء الله معلومة يعني عندي معلومه يعني تريد تبقى وتسمع الجواب له شيء عنكم مو يعني نريد نعرف الحكي هذا صحيح هو او كذا يعني جاوب على نعم ده. شوف اخونا ابو علي جزاك الله خير الجزاء على هاي الاسئله. اولا ايه؟ انت تعرف كل زين احنا ما نشتغل عند احد ولا واحد يوجهنا ولا واحد، احنا برنامجنا مايكروفون العراق خاص بينا انا والحجي ابو رائد، احنا نعده واحنا نقدمه. هذا بالنسبه الى تقول تاخذون اوامر. بالنسبه انت دائما اذا بتابع القناه ومتابع للشيخ الحبيب، دائما الشيخ الحبيب اذا ينسال يقول السقف المرجعي هي المرجعيه الشيرازيه، اذا تعرفهم انت يعني. تابع للشيخ الشيرازي مو تابع مو تابع حجينا اكو لا فرق لا مرجعه مرجعه من مرجعه مولانا مولانا العفو خليك بس نرفسك هو سماحه الشيخ سماحه الشيخ الحبيب دائما اذا انت متابع عنده اجابه على هذا سؤالك سائلين كثير بصراحه هو يجاوب شخصيا هو الرجل اول شيء يعني هذا انت السؤال ما يخص اي انسان يجي يسالني انا اريد اقلد كائن من يكون ما من حق اي واحد يسالني تل من تقلد هذا بصراحه هذا بس خلي خدمك بس خلي خدمك بس خلي خدمك الرجل 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 محتاط الرجل محتاط فلا يقلد احد لان ما يحتاج مثل ما تعرف اذا دارس بالحوزه او تعرف بالاحكام المحتاط لا يحتاج أن يقلد ولكن بهذا النهج البرائي الأصيل هو وبهذا الحقيقة وبهذا العمل عملنا هيئة خدام المهدي نحن جميعا ابتداء من سماحة الشيخ الحبيب وكلنا نتسقف يعني سقف عملنا بالمرجعية الشيرازية مرجعية السيد صادق الشيرازي الله يحفظه ويرعاه هذا سقف نتسقف بهذا بهذه المرجعية يعني لا نتبع لا نمثل لا نمثلهم ولا نتبعهم ولكن سقفنا المرجعي وسماحة الشيخ دائما حتى قال أنا كم مرة على القناة مباشر قال تأمرني المرجعية غدا أن أنتهي عن هذه هذا النهج غدا أغلق القناة وأمتثل للمرجعية هذا التسقف عشت إيدك نعم. وصلت أخينا أبو علي شكرا جزيلا وصلت إن شاء الله إجابة من الحجي جزاه الله خير الجزاء ومن حقك أنت تسأل إحنا ما لا نقطع عليك اتصال ولا كذا ولا شيء ولكن هو جوابك هذا فخلينا ناخذ أبو هشام من البصرة سلام عليكم حجينا أبو هشام السلام عليكم حجاج وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحجي أبو رضا والحجي أبو رائد الله يعزك ويرعاك حياكم الله أنتم تتحملون خدمتك لأن هذا مآسي العراق مآسي العراق مآسي تتحملون إن شاء الله صحيح لأنكم بخدمة المجتمع بخدمة الطيب صحيح. الإمام علي سلام الله الإمام سلام. علي يقول لي ناشد كميل يقول لي يا كميل الناس ثلاثة أصناف نعم نعم عالم رباني متعلم في سبيل النجاة وأمج رعاء ينعقون وراء كل ناعب أحسنت صحيح. أحسنت سلام الله عليك يا أمير المؤمنين أنت إنسان أمج يجيك يحكي له ذبلة شاي ومشي يا بتعال أنت انت هل انت شنو يعني جاي تطلع عضلاتك بالتلفزيون قاعدين ناس حجاج ومحترمين او انت تكلم وياهم بما تريد الله يسلمك قديش انت تحكي وانت تقلد منه ذاك يحكي يقول لي انتم مدعمين دعم كملوري من حجينا ابو هشام احنا ان شاء الله قلوبنا مفتوحه والاخوان اذا كانوا يناقشون بادب احنا كذلك لا نقطع عليهم الاتصال ونريحهم يعني نعم نعم حجينا نعم حجينا على نرجع على موضوعنا موضوع التجاوز احسنت جزاك الله خير الجزاء وانت كذلك مشكور مشكور على الجهد اللي سويته وبعثت لنا فيديو جزاك الله خير الجزاء
أنا طبعاً آسف شوي الفيديو مو واضح. جزاك الله خير، لا عرضناه وصلت الفكرة، جزاك الله خير. لله والشكر، الحمد لله والشكر. إحنا شريد نخدم على لا أننا قولا جمع، نخدم على الناس. جزاك الله خير، الله يتقبل منك. رحم الله والديك حجينا أبو رضا، لا يهون أبو رضا، الله يسلمك. بالنسبة للتجاوزات المسألة كاية بصراحة، مسألة شائكة يعني. ليش تخلق الدولة هاي الأزمة تخلقها الدولة؟ ليش قبل صدام لعنة الله على صدام ملعون اتبشرت خير الناس، اجت على أساس انه ناس جو يساعدون المواطن، يعني المواطن يرتاح من بدلوا حكم صدام. بس الظاهر يعني ذولا ما أدري يفكرون بس بنفسهم، ما أدري شنو التجاوزات بصراحة. وما راح أطول عليكم، التجاوزات تخلقها هي نفسها الدولة، تخلق مشاكل. ليش يعني هسه هذا بالتجاوز إذا يقول له الطينة بالشهر 25,000 25,000 25,000، إيش قد أنت هسه مساء الحجي أبو رايد قال عد المحافظ هذا التقرير اللي قراه هسه، يعني ملايين، يعني اذا تضربها ايش قد تطلع. أحيان. بس هم يريدون يسوون مشاكل حجاجنا، يريدون يسوون. ماك دوله ما تعرف راسها من 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 رجليها. كل واحد يحكم، كل محافظه تحكم بشكل، كل منطقه تحكم بشكل، كل وزير يحكم بشكل. يعني بصراحه ما يعني ما لها فد يعني. هي ترى ما يراد لها إنسان يخطط عدل وصحيح. وهذا المتجاوز إنه ناس كانت تعبانة وما يقدر يأجر ل 250 350، ما يقدر يأجر. إنت سوي له الطابو قذن وقاعد جواهن أخذ من أجار، أنت تشيله ليش؟ فلش ليش؟ بدل له، سوي له بديل يا أخي، سوي له بديل. هو المفروض يا حجينا ابو هشام من يجي يريد يشيل واحد المفروض محضر له البديل، او محضر له مثلا فد مبلغ، مثلا تفضل هذا مبلغ روح اجر لك لمده سنه سنتين بين ما الدوله تبني مجمعات سكنيه، حتى ذيك الساعه يقدر المتجاوز يشيل غراضه ويروح ياجر وين ما كان وتنحل القضيه. ولكن هم مثل ما تفضلت، هم يريد يصعبونها على المواطن، وهم المفروض المواطن هو اللي يحاسبهم، يقول له تعال يا فلان يا فلان يا فلان سكنتوا قصور الكم، هي انتم متجاوزين بالاصل، انتم يا حكومه متجاوزين. وانت تدري حتى عندنا بالبصره هواي كثير من ذول بالمحافظه كذلك هم متجاوزين على بعض الدور، يعني احنا نعرف بها كل زين. فهو المسؤول هو بتجاوز، على اي اساس تجي تحاسبني؟ حجينا احنا الحلقة الأضعف يعني. نعم أحسنت. المواطن الحلقة الأضعف. أحسنت. عموما طبعا يعني فكرتك واضحة وحقيقة تخدم المشاهد الكريم وتخدم المجتمع. نعم. العراقي ككل بصراحة، اللي باختصار انه اكو شعار فرق تسد، هذا ايضا يصب في هذا المجال، انه يخلون المشكله ويضخمون المشكله حتى يلتهون بفسادهم ويبقون هم اللي سايدين بالمجتمع بسياداتهم هذه الزائفه والحقيقه والفاسده، حتى يبقون فيبقون المشاكل، حتى الناس تركض وراء المشاكل وما تروح توقف تحاسبهم. هذا رايك وفكرتك صحيحه طبعا. نعم بلي. وطبعا نفتح مجال الاخرين، وشكرا لكم. شكرا لك، شكرا جزيلا القيمه ابو هشام، جزاك الله خير الجزاء على الجهد اللي بذلته. طبعا اهل البصره الاطلال حقيقه الكرماء، هذول حقيقة الناس اللي عانوا وما عانوا بصراحة، من أوائل المحافظات اللي عانت هي البصرة وأهلها. نعم. حقيقة يعني هو يسموه شنو السلم، اللي حقيقة يعني حجي هو خير العراق كله من البصرة، من البصرة احنا من نسميها السلة، حقيقة سلة الطعام اللي الكل. نعم. يأكل من عندها. نعم. وبالتالي خدمات ماكو، سكن ماكو، كهرباء ماكو، مي 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 يعني مي حلو للشرب ماكو،
زين يعني هذه كلها هالخيرات هذه وهالشعب المعطاء الطيب اللي ما يريد إلا حقوقه يقول أنا ما أريد غير حقي ودون زين. وتالي تشوف الفاسدين. ذاك اليوم حجينا أيضا أنت عرضت لنا هذا الفيلم اللي دزلناه سيد حسن من أهل البصرة هذا الطيب اللي بصراحة عندكم محافظ متجاوز يقطع مسوي صبات مقطع كل الطرق هو القتل هو انقتل لجرائم يعني وفساده وتجاوزات ونفس الشيء باقي طيب وهو بيته داير مدايره اكثر من كيلومتر مثل ما شفنا بالتقرير متجاوز مقطع الطرقات بالصبات. هذا التجاوز يعني احنا طبعا مو مثل باقي المواطنين نقول الناشد فلان ناشد فلان ناشد فلان واطلب من فلان لا انا امر انا بصراحه عندنا هذا النهج انه نامر ومو نطلب لانه انت لما تتصدى للحقيقه للمنصب تكون خادم لهذا المجتمع فما نطلب منك ولا يطلب منك المجتمع بل يامرك امر طبعا الامر بصراحه بادب انه انت تكون خادما للمجتمع وتلبي طلباته يعني الـ على لساننا دائما المالكي لان من تجاوزاته ومن قد ما ذكرناه يا 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 العبادي انت قاعد ومتصدي بصراحه وطبعا هي آلية العمل آلية سلسله مراجع يعني العبادي فوق السلطه واللي تحت منه من مجلس الوزراء والوزراء يعني لما يوصل بمحاسبته لوزير الاسكان والتعمير نعم يعني يقول له شنو أنتجت بهذه الأربع سنوات شنو سويت هذه دور متجاوزين وعشوائيات شنو عوضتهم شنو المشروع الجديد اللي جبت لي إياه شنو البرنامج اللي سويت لي إياه حتى تكون مسؤوليتك أمام الله وأمام هذا الشعب لأن التاريخ وحقيقة الله والتاريخ راح يحاسبك لأنه ما قدمت شيء ما أنجزت شيء نعم. وليس لي يعني بصراحة حجينا هي شوف القضية ترى بسيطة بس لكن حقيقة المسؤولين في الدولة العراقية ما يردون الحل يعني أنا عندي فكرة مثلا حجينا ما أدري إذا توافقت نعم. إنه أي شاب يريد يقدم على زواج يروح بعد ما يقضي المحكمة العقد مالته يقدمه للبلديات هذه البلديات تقول له أنت إلك فلان شقة وهاي الشقة ما مو باسمك بوحدك حتى مو باكر عقبه يروح يبيعها باسمك وباسم زوجتك. ليش أقول باسمك وباسم زوجتك؟ أولا احنا ناكسبنا أنه هاي العائلة ما راح تشتت. ليش؟ لأنه الكل أي واحد من الطرف الآخر يفكر أنه حقيقة هذا بيته إله هو يعني هي تقول هذا بيتي وهو يقول هذا بيتي ثانيا راح يحافظون عليه وراح يكونون أسرة. هنا سوينا بهاي الفكرة حجينا أولا لمينا عائلة ثانيا وانت تدري كل الزين والشعب العراقي يعرف أنه عندنا نسبة الطلاق وصلت نسب عالية بال كافة المحافظات مرعبة والله مخيفة نعم نعم عندنا اتصال أخي المخرج جبار جبار من باب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم أخي شلون الصحة الله يخليك الله يحفظك الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين إلهي آمين. حقيقة في بداية الأمر إذا نرجع إلى بلدنا العراق الحبيب المقدس حقيقة مختصب من جميع النواحي ومن جميع الجهات المندسة الإيرانية والصدرية وغير وجماعة المالكي العراق 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 صار منبع الفساد منبع الفساد من بعد دولة اليمن العراق صار
صار عظيم في الفاسدين. احنا عدنا في مجتمعنا العراقي في مجتمعنا العراقي الفاسدين لا يعدون ولا يوصفون. نعم اخي جبار، احنا اريد نسالك سؤال. نعم اريد نسالك في السؤال يا اخ جبار، احنا ان شاء الله كما تعلم انه مقبلين على انتخابات، وتعرف انه هذولي بالانتخابات يتقربون للمواطن على مود حتى يحصل اصوات، وتدري كثير من الاصوات هي حقيقه تباع، وانت تعرف هذا كل زين. هذا السبب هذا السبب بينا احنا لو السبب بالسياسيين؟ لا والله السبب بينا احنا نأيد الفاسدين. اي والله عندنا واحد منا من مدينه تم الحل عضو مجلس محافظه بابل. اكبر حتى ما اقول. نعم صحيح يعني وصلت الفكره. نعم افسد منا ما يكون حمزه عبيد. نعم. ابشل ما يكون ان شاء الله عبر قناتكم نوصل صوتنا الى من يسمعنا الى من يهمه الامر. حمزه عبيد يعين كل جماعته، يعين كل اهله كل اقاربه كل عياله كلهم يعينهم، الا فقط جيرانه أدى علاقة بي لا يوصل ولا حكي إلا بيوم الانتخابات يجي دق البوب. محتاجين شيء أريكم أصواتكم توقفون وياي. نعم. أنا بمنطقتكم ويقضيها السنة كلها لا فايد منطقة لا شعب لا ناس. نعم. لا ناس بس يفيد بس مصالح الشخصية. أخ جبار عندنا متصل آخر. لا أسئلة هو أخ جبار عفو، يعني بصراحة موضوعنا اليوم موضوع التجاوز والعشوائيات اللي ذكرته من المسؤولين اللي موجودين في بابل. نعم، هل شفت من عنده أو كل المسؤولين عموما خدموا هذا الشعب في مجال السكن؟ أبد ماكو أي واحد فاد أبد إلا محافظ بابل فاد إلا محافظ بابل. نعم الأستاذ صادق مدلول الله يحفظه، بس صادق مدلول شنو الله يحفظه. هذا جت عائلة مهجرة من النجف الأشرف. نعم. جايت قاعدين يمنا بالجزائر. نعم. جايين خطية مهجريهم ما أعرف شنو الأسباب جايين، والله عائلة فقيرة ما لهم معين قطاهم سكن الأستاذ صادق مدلول. إلا لو ترجع إلى النواب إلى هذا حمزة عبيد عضو مجلس محافظة نائب المحافظ. أخ جبار أنت ذكرت لنا مفردة واحدة وجزئية صغيرة. إحنا شعب العراق ناخذ بالتحديد سألناك عن بابل يعني سكانها ما يقلون عن 500,000 يعني نص مليون لو أكثر لو أقل تعدادكم في بابل. هو صحيح مليون أقل ما طيب ما أقل من مليون ما خلينا نقول 500,000. من 500,000 عائلة مهجرة وحدة محافظ بابل إجا سكنهم انطاهم سكن، أنت انطيته هالحجم من المدح. إحنا نريد هذا المحافظ يكون عنده الآن بصراحة مجمعات سكنية آوت الآلاف من المشردين اللي ما عندهم سكن، يعني مو مهجر جاي مثلا من تل العفر أو غيرها من المكانات اللي كانت محتلة من داعش، لا 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 في نفس بابل أكو ناس تعاني. هو يعني بصراحة في داخل الوطن هو مهجر، يعني مهجر في وطنه، هو في داخل بابل ما عنده سكن. هذول سوالهم في التجمع سكني مجمع سكني ما قدر ما سوى. لا ما سوى. إذا مقصرين فاسدين مقصرين إلى قطع النفس، يجب إيقافهم ومحاسبتهم وأن يوصل الصوت لهم، وبصراحة يجب أن يبادرون أو يبادرون بطريق الحق وتصحيح نفسهم. شكرا. نعم. لاتصالك أخ جبار، وصلت فكرتك إن شاء الله وصوتك وصل إن شاء الله عبر هذه القناة قناة فدك وصوت العترة. ويانا الأخ أبو جاسم من محافظة بغداد، سلام عليكم أبو جاسم.
السلام عليكم، الله يساعدكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنت تحكي على داعش وعلى الخراب والدمار بالعراق، هو منو جاب داعش غير بريطانيا والعراق أو أمريكا؟ نعم صح. احكوا على بريطانيا، احكوا على أمريكا، في اليوم من الأيام وينكم؟ كل شيء ماض خدمتك. بس هذا هيش زنبيخ وذاك ما أدري شنو وعلى هاي وحشي أو بينات. أقول لك أبو جاسم، ما يخالف. أبو جاسم. أبو جاسم. أبو جاسم. هذا فاسق وهذا زنديق. أبو جاسم. انطينا مجال شوية أبو جاسم. أبو جاسم. انطينا مجال شوية. تسمعني لو ما تسمعني؟ يسمعك. ما كراح. ما يسمعني. أخ أبو جاسم. احنا هذه القناة وهذا البرنامج صوت البرنامج مايكروفون العراق، واللي اللي شيل اللي ببالك واللي عجبك تفضل تكلم، تتكلم على الملكة، على بريطانيا، على ترامب، على الولايات المتحدة الأمريكية. منو قال لك احنا يعني ما نتكلم عليهم؟ انت ما بتابعنا يا اخي، انت تتابع بس الشيء اللي تريده تحكي بيه، والما تريده ما تريد السمعه. يعني انت هسه مداخلتك اريد اناقشك، راسا سكرت التليفون. على كل شكرا جزيلا الى اتصالك. ومنو عندنا؟ ابو علي من بغداد. سلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله ابو علي. حياكم الله، حياكم الله وبياكم، وتحيه خاصه الى الاخ مكي السعدي وابو علي. جزاك الله خير. الخباجي. جزاك الله الخباجي. يسلمك. الله يسلمك يا عزيزي. طبعا الشيء الذي يحز في النفس ان هذه القناه المباركه بدلا من ان تخصص نفسها فقط في طرح البرامج العقائديه، ويعني اخذت تاخذ منحى اخر في طرح برامج اجتماعيه وطرح مشاكل الناس، ولكن يعني ماذا نفعل؟ ربما يجد البعض انها هي المتنفس الوحيد في طرح هكذا مشاكل. يعني أنا أقول أن هذه القناة هي تطرح الحقيقة كاملة، المفروض أن تخصص القناة هذه فقط في طرح البرامج العقائدية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأخرى، نحن عشنا في زمن الطاغية صدام 35 سنة. صدام كان في حكمه كل سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات يفتعل مشاكل داخلية لكي يشغل الشعب بعضهم في البعض الآخر، تارة المشكلة خارجية، تارة المشكلة يعني داخلية في داخل البلد، حتى يبقى الشعب مشغول، حتى الشعب لا يطالب بحقوقه. ولا سيما أن العملية السياسية برمتها في هذا البلد هي عملية فاسدة من الأساس، وما بني على الباطل فهو باطل. يبدو أننا نحتاج إلى إصلاح حقيقي في تغيير العملية السياسية برمتها، ويعني مو مسألة خروج مظاهرات أو تغيير بعض فقرات الدستور أو تغيير بعض القوانين، ويعني هو يحتاج النظام إلى استبدال نظام آخر. هذه ملاحظة الثانية، وأرجو المعذرة عن الإطالة، وتحياتي لكم. شكرا جزيلا أخ أبو جزاء على المشاركة. وعلي الله يسلم. يمكن أنت تدري إحنا حقيقة خاصة في هذه القناتين، قناة فدك وصوت العترة، كثير من البرامج العقائدية لسماحة الشيخ الحبيب تطرح على هذه القناة، وليس فقط أنه مايكروفون العراق. يعني أنت إشكالك أنه تريد القناة بس قناة عقائدية، ولكن إحنا بنواجبنا وغيرتنا على هنا بالعراق وعلى كل شيعة موجودين في مصر سواء أو في الكويت أو في أي مكان. إحنا إن شاء الله نريد نسوي حقيقة مايكروفونات إلى كل أرجاء العالم، يعني نريد نوصل وين ما تكون الشيعة. أنت ليش تشكل يعني أنه مقدمين البرنامج؟ بس ما أعرف يعني. ويا أنا أبو علي لو رحت. أبو نعم علي. نعم وياك. نعم. حجي وياك وياك. نعم. لا أنا مو إشكالي على في طرح هذا البرنامج، أقول الشيء الذي يحز في النفس. نعم. أن هذه القناة الوحيدة التي تطرح الحقيقة العقائدية كاملة بلا تزييف. نعم. فالمفروض مثل هكذا قناة مباركة
تكون مخصصة فقط في طرح الأمور العقائدية الدينية، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل الإعلام المزيف الآخر؟ أحسنت، وصلت الفكرة يعني لم يكن متنفسا آخر لمشاكل الناس. نعم انت انت الله انت تدري ابو علي الله. ابو علي تدري انت اكو كم قناه عراقيه نعم. بالعراق ما شاء الله يمكن فوق 30 قناه ما شاء الله كثير وكلها من اموال العراقيين. احسنت، كلها من اموال العراق وكلها عندها محسوبيات وعندها جهات خاصه. احسنت، الا قناتنا لهذا السبب احنا طلعنا في هذا البرنامج يعني حتى نعم. نبين للناس انه احنا ترى اولا لا عندنا حزب وانما غيرتنا على هنا بالعراق وهذا يعني واجب علينا أن نوصل صوتهم. حضرتك الآن أبو علي من بغداد ما تقدر تطرح هاي الفكرة نعم. وتوصل صوتك بحرية أو حتى الاتصال اللي قاعد نعم. يصير عبر الواتساب. شوف هذه الخدمة احنا ما ناخذ من عندك يعني ما أكل رصيد ولا تصرف شيء، تجي تطرح رأيك أحسنت. بكل حرية. لهذا السبب احنا نكون خدام لكم. هذا هم ينفع التشيع والعقيدة إذا توافقني هذا الرأي أكيد. نعم. وهذا ما كنت أرمو إليه، هذا ما كنت أهدف إليه. جزاكم الله خير، مبارك نعم منك أبو علي. جزاك الله خير، جزاك خير. شكرا جزيلا، إن شاء الله تبقى متواصل ويانا وهذا برنامجكم أبو علي. إن شاء الله الرافض الأصيل. تحياتي لكم أبو رائد وللأخ. جزاك الله خير الجزاء، حياك الله أبو علي وأهلا وسهلا بكم. حجينا حقيقة أنه الناس بدأت تحتاج يعني أصوات، وهذه الأصوات ما شاء الله يعني بيها غيرة. يعني شوف الأخوة اللي يتصلون يحس أنه مظلوم، يريد يعبر عن رأيه. صحيح. وين يعبر عن رأيه؟ برأيك يعني هل القنوات الموجودة بالعراق يعني تعبر عن رأي الآخرين لو لها محسوبيات؟ مولانا يقول عندنا مقولة تقول لولا تعدد الـ 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 الأذواق لبارت السلع. طبعا ذوق السليم الرفيع الأخ أبو علي في أن يحب أن تخصص هذه القناة أو هاتين القناتين لأنها تنهج النهج الصحيح البرائي الأصيل الذي لا يعرف المجاملة المغلوطة، التقية المغلوطة أو المجاملة المزيفة. فيقول من هنا تكون هذه القناة فقط تخصص لهذه البرامج لكشف الحقائق العقائدية اللي لطالما أخفوها علينا ولا يزالون يخفوها، لا بل على العكس اللي دا يظهرها وينهج بيها ويلهج بيها من خلال هاتين القناتين يحارب نعم ويسقط وينال منه. طبعا فكرته صحيحة، وأيضا جنابكم ضفته وهو أيضا أثنى وأضاف أنه بصراحة نعم تكون متنوعة لإيصال كل الحقائق من خلال برامج عديدة مثل ما تفضلت. قلت له لو عندنا إمكانية نجعل ميكروفون لكل نقطة في العالم، ميكروفون مصر عندنا، ميكروفون الكويت عندنا، ميكروفون العراق عندنا، وإن شاء الله سيكون إن شاء الله ميكروفونات حتى نتناول. أي أيوة والله إن شاء الله يعني وإن شاء الله هي أيضا بها الخدمة. إحنا نعرف أنه الشيعة مظلومين في كل مكان مالي. فإن شاء الله نكون هذه القناة هي نصرة لهم. الله يحفظك، جزاك الله خير الجزاء أخونا أبو علي. وكذلك معانا أبو علي من كربلاء المقدسة. سلام عليكم أبو علي. السلام عليكم حجينا. سلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم حجاجنا؟ الله يعزك. الله يعزك ويرعاك. فكم رب إن شاء الله جاه هو الحسين. سلام الله عليك. أقول لك حجينا الأمل مقطوع والله. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن ما زال أمريكا جابت هاي الناس علينا. هذولا ما يستعدلون خالد، كل من يفكر بمصلحته. ايه والله الناس فقراء وما عندهم حتى ألف دينار، كفيلك الله. زين مولانا. مولاك الحسين. ايه فما زال امريكا هذولا كل من يحبي خالد بجويباته، كل من جاي لمصلحته سواء شيعه سنه اكراد كل شيء، كافه اطياف الشعب العراقي. اكو بيهم طيبين بس الطيب واللي يفكر بالفقير ما حد يخليه. صحيح. وما يستصلح الوضع حجينا الا يكون مثل ما قال سيد مقتدى، لازم فلوس كل مواطن من النفوط. يعني اخلي يكون بالشهر فد
فد ورقتين شنو عجيبة يعني من فلوس النفوط. وحتى هذا اللي سووه يعني هسه هذا سمي وياي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللي سواه الله وكيلك ناس عندهم كل واحد ثلاث بيوت كل واحد عنده وما بيها عدالة مأجر بيوت أو قاعد بالتجاوز وأكو فقراء ما عدا أبو علي كل شيء ماكو. أبو علي أنا جيد مشاركتك قيمة. أقدر أسألك سؤال؟ الله يحفظ. أسألك سؤال. تفضل حبيب قلبي. التيار الصدري مقتدى الصدر اللي ذكرته الآن إش كم نعم. نائب عنده وإش كم وزير إش كم وزارة عنده؟ أنا بس خلي أسمحك عذرا الله يخليك ويطول بعمرك. أنا أستاذ ذولا مثل عقربه سواء السيد الخميني والقامنئي وعمار الحكيم ذولا عقارب أولاد رسول الله ما أقدر أتدخل بيهم. أنا ما أخاف عندهم بس أخاف من جدهم. أنا لا مولانا احنا عندنا اخاف من جدهم ما أقدر أحكي على سيد. لا مولانا احنا ما نحكي على سيد احنا اكو واحد سارق. أنا ما لي شغلة بيهم ذولا عقارب خالي. مو احنا ما دا نحكي على سيد. مو احنا سؤالنا كان واضح كم نائب وكم وزارة عنده حتى نشوف اكو تقصير اكو سرقات اكو خدمة نناقش. مولاي خلنا خدمة بس مولاي خلنا خدمة بروح الحسين سلام الله على الحسين. هذا السيد كل سيد ما يمشي عديل يقول حسابه مرتين حسابه عند جده رسول الله وعده اي كائن من يكون زين. وهذا الاستاذ استاذ لهم فرصة الله طاهم منصب وجاه وفلوس إذا ما صاروا مثل إمامنا علي ثلاثة أيام سلام الله عليك يا أبو الحسن يا علي بن أبي طالب يا سيدي يا مولاي ثلاثة أيام ما يأكل وبالقرآن نزلت عليه هاي الآية المعروفة أنتم معروف بها من عندي. نعم. فكل واحد ما يفكر بجاره وما يفكر بفقير. الإمام علي ما راضى عن الجميع شلع علي مولانا. زين الإمام علي ما راضى على شخص وانت ما تريدنا ننتقده خو ما يصير هذا. احنا أئمتنا مولانا أبو علي مولانا انت ما تحكي على السادة. احنا السيد الجليل احنا مو بس السادة لا العوام من الناس المتقين ما نحكي عليهم مو بس السادة بعدين الأئمة عليهم السلام عندهم أبناء أئمة إخوان أئمة أصهر أئمة خالفوا الشرع سرقوا الأموال لعنوهم الأئمة يعني ما من يكون السيد هو جدهم يتصرفوا ياهم. أنا إنسان ما أقدر أوصل مستواهم. أنا ما أخاف من الحكومة ترى نعم ولا أخاف من أحد بس أخاف من الله سبحانه أخاف من رسول الله والإمام علي والإمام الحسين. ما أقدر أحكي على ولدي عمي أبو علي مولاي تاج الراس حجينا هم دول منهم استاذة منهم بس خلنا خدمك هم منهم دول أولاد الحسين اللي نبكي عليهم معركة الطاف هم الأيتام دول أولادهم سلام الله على الحسين. هذا أولاد الأيتام هذا الخطأ هذا الخطأ الشائع اللي وقعنا به وثقفونا به هذا خطأ شائع يعني مثال أنا أضرب لك مثال بزمن الطاغية صدام كان عندنا سادة حزبيين خلي خدمك ليش تقاطعني ليش تقاطعني صدام اللي وصلني لعنه الله على صدام خليت رحم على صدام هسه لحظه اقول لك صدام وصلنا للدراسه وصدام نور الريف يا عمي ما ابو علي ابو علي ليش تقاطعني على صدام يا اخوي ابو علي ليش تقاطعني ليش تقاطعني الوجبه عمي انا يعني من كربلاء تبيع الوجبه وازور وانطب على حسين ما حد اذاني والله ابو علي مو بحكي انا عمي ابو علي والله مو بحكي محوي انت على راسي مو بحكي افتهمني ابو علي اكو بعثيين اكو بعثيين قتله بس سيد هذا نلعنه لو نعوفه بعثي فد بعثي قاتل سيد كان يمنع العزيات وياخذ المؤمنين ويعدمهم بس هو سيد شو نسوي له هذا يتصرفوا ها هذا خلاه جده مولانا ما عنده بذور هذا نسله. هذا كلامك وجوابك احنا نخلي المشاهد الكريم هو الحكم بيناتنا خلينا ناخذ متصلين اخرين نعم مولاي اكو سيد اسمعني حجي يلا تفضل اكو سيد الامام الحسين حاسبه قطع بذره نعم بلي
على كل المشاهد الكريم هو هو الفاصل بيناتنا وانه انه ظالم حجينا اكو فد موارد حجينا هو رجال مسكين على قد لا العفو يعني هو رجل من كربلاء وموالي الامام الحسين وخادم الامام الحسين عليه السلام بس يجب ان نميز الافكار اللي اجتنا الخاطئه انه هذا السيد لازم ما نحكي عليه احنا عليه كشخص أو حتى ذاك اليوم بكثير يتصلون بنا ينالون من الأعراض أو ينالون من الشخصيات بسباب وشتائم احنا ما نقبلها لكن عندنا أكو منهجية عقائدية خاطئة تودي الناس إلى الضلال أكو فساد نعم. وسرقات متقدر. يجب أن ننتقد ونصفي المجتمع كائن من يكون سيد يكون معمم يكون غير معمم يكون نعم عنده فساد عند انحراف عقائدي يضلل الناس هذا لازم نصد داله ونوضحه ونبينه هكذا أمرنا يعني كتابنا حجينا الكريم حجينا موضوع نعم. الحلقة هو موضوع البناء العشوائي تجاوز والعشوائيات ونريد احنا نطالب حقوق أهلنا وأخوتنا بالعراق يعني جزاكم الله خير الجزاء أخواني احنا ما نريد الاتصالات تاخذ منحر آخر عن الموضوع اللي نعم منين؟ نعم آيات من النجف سلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجف الأشرف. طبعا أنا من متابعين هاي القناة. نعم. ونشكركم على هاي المواضيع طبعا دائما أتابعكم من برنامج لبرنامج. الله يسلمكم. وقبل شوي سمعت الأخ أبو علي نعم يعني يحكي ما أدري شلون على الصدام وهالمواضيع وهذا ليش هيك يقول مثلا وأنتوا قلتوا المشاهد خلي يكون حكم نعم أي صحيح نعم يعني هاي العالم والله عجيب يعني انا اصلا انصدم يعني هاي شنو من عقود والله العظيم يعني انت يمكن ما ادري مصدق انا عمري 18 سنه بس الكلام اللي تحكوه انا من يعني متابع وانصدم هذا الحكي العالم شنو هاي الله يستر عليك يا عمو الله يحفظك يعني طبعا عندي اخوي اكبر مني يعني ويا شيخ ياسر الوائلي دائما يعني ينصحني ويقعد ويا يحكيوها يعني انا اخذ حكايه بان اقول يعني انا شيعيه الحمد لله يعني ابين بين الغلط والصحيح صحيح ما شاء الله صحيح هاي انا اول مره يعني اشارك بهيك برنامج احسنت يا عمو وسهلا بيك ان شاء الله ما تكون اخر مره وجزاك الله خير الجزاء على هذه المداخله وهي صحيح بالبداية يمكن المتصل الأول يكون عنده شوية ارباك بالكلام نعم. نعم فهي هم ما شاء الله نعم هي شاء متابعة جيدة ما شاء الله ما شاء الله احنا جانا أبو مسلم طبعا من الديوانية وانقطع الاتصال يا ريت إذا يحب يتصل يعاود فإحنا إن شاء الله نكون نسمع رأيه فنعم مثل ما تفضل الحجي احنا المشاهد هو الحكم حقيقة احنا ما نريد مثل ما قلت لكم هاي الدقائق وهاي الساعات هاي البث المباشر هاي البنت بنت اخونا قالت عمري 18 سنه ما شاء الله الله يحفظها ويرعاها يعني كانت الحكم الاول انه مو معناها السيد الان بالوزارات اللي عندنا حتى قلنا له يعني مثلا عندنا ساده معممين واحد مثلا منهم العلاق وآل العلاق ما شاء الله ماخذين حكومه فلا حملاكه يعني عندهم في كل مكان بصراحة طابين وزين هذول فاسدين هذول ما احنا نعرفهم بعضهم شخصيا كل شيء ما كان عندهم جو لهذه المناصب وبصراحة يقولون بالعراق يقولون شقت جفن او علق او طيق زين وما قدم للشعب اي شيء واحنا موضوعنا التجاوز والعشوائيات ما عالجوا ولو تجمع سكني واحد فذولا فاسدين واذا كان ساده يعني ما انتقد فسادهم فهذا متوجه الى بنت اخونا الله يحفظك يا عمو عمرها 18 سنه فبصراحه العلم والفهم والتمييز بين الحق والباطل بين الرفض للظالمين حقيقة وموالاة الحقيقة الأشراف الأئمة الأخيار نعم
هذا ما يحد عمر الصغير والكبير، يجب أن يكون ثقافته واعية وكبيرة حتى يميز وما يفرق أنه هذا فلاني أو هذا فلاني، هذا سيد أو غير سيد. يعني شنو أنت مثلا يا أخ أبو علي، إذا سيد سارق نتركه وإذا عامي سارق نحاكمه؟ احنا رجعنا أبو مسلم حجينا للوقت يعني راح يداهمنا بصراحة بعد لنا شيء قليل. أبو مسلم من الديوانية، سلام عليكم أبو مسلم. أبو مسلم يا ريت نص صوت التلفزيون حتى تسمعني واضح. وعليكم السلام حجي، شلونك؟ الله يحفظك أبو مسلم. شلونك أبو رضا وشلون الحجي برايد؟ الله يعزك ويرعاك، احنا بخير وندعو لكم ونسألكم الدعاء. شلونك بعد روح شلونكم؟ تعال الله يعزك. الله يسلمك. يا ريت نص التلفزيون أبو مسلم، جزاك الله خير. والله أنا ليش ما خابرتكم، وهسه هم أحب أخابركم الجود. نعم. إيه. اسمعنا من التليفون أبو مسلم، نص التلفزيون. إيه نص التلفزيون. اي والله غلقة تماما. اي اسمعكم من التلفزيون. لا من التليفون. من التليفون. والله انا شوية الامور تعبانة هو اللي يمكن عنده 14 نفر مو اتصل بينا ذاك يمكن اسمه. مو حضرتك اللي عندك ما شاء الله عائلة كبيرة؟ اي والله عائله كبيره عندي، اثنين نسوان ماخذاني ولا رعايه ولا كل شيء، وقاعد بالتجاويز. نعم. اي والله. عائله كبيره عندي. نعم، شكرا جزيلا الى اخونا ابو مسلم، ان شاء الله وصلت رسالتك وان شاء الله المسؤول بالتجاوز قاعد ان شاء الله. وعرضنا مشكلته ذيك الحلقه حجينا 12 طفل عنده ونسوان اثنين، يعني تعدادهم 14 15 نفر. نعم. عندك متصل أسعد الجنابي من بغداد، آخر اتصال ويانا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مطورين. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا أخ أسعد. وعليكم السلام شيخنا، شلون صحتك؟ الله يعزك. الله بس يا ريت يا أخينا العزيز تنص صوت التلفزيون حتى ما ينقطع الاتصال وياك. الله يحفظك. تقييما على كلام ابو علي. نعم. كلام ابو علي من جار صدام حسين، هي صدام حسين مدعون الى يوم الدين. نعم. احسنت. بس نص التلفزيون حجينا، جزاك الله خير حتى نسمعك واضح لان انت اخر اتصال. بس احنا نسال على الحكومه الذي اخذلت بنا، لا امراه لا حرفه تموينيه لا رفاهيه. حجينا استمر بالكلام جزاك الله خير ولا تسمع من التلفزيون. الذي خلت ابو علي وغير ابو علي يحكمون على صدق نفسهم. نعم حجينا، احنا موضوعنا اليوم موضوع التجاوزات، احنا ما نريد بصراحة نغير الموضوع. اذا عندك شيء على موضوع التجاوزات، لو عندك حل وش الطالب لل الله يحفظك شيخنا. التجاوزات ما عندك حل، التجاوزات الناس ما فيها عراقي قاعدين بيها. نعم. وما اقدر احد يعني زين، ما تطالب من الحكومة تملكهم تعوضهم لو يفلشوهم ويروحون هيك؟ لا وطعم الحكومة بتحويل دول هم عراقيين ومسلمين وتعبانين ونحجهم مثل ما وصل مراحل. أحسنت، شكرا جزيلا لاتصالك ونعتذر منك لأنه حقيقة احنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، وإن شاء الله تكون حلقة يوم غد إن شاء الله مكملة لهذه الحلقة، وإن شاء الله نكون على نفس الموعد في توقيت بغداد الساعة 7 مساء إلى 9 في كل يوم 3 و4. فنستودعكم الله
وإلى اللقاء إن شاء الله يوم غد. وحجينا إلى عندك سلمكم الله ورعاكم، إن شاء الله نلتقيكم غدا بإذنه تعالى مثل ما تفضل الحاج أبو رضا عند الساعة 4 بتوقيت لندن والساعة 7 في توقيت العراق. نلتقيكم غدا بإذنه تعالى. شكرا لمتابعتكم ولكافة المتصلين، شكرا لكم مجددا، في أمان الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.